نهار اسود، ايه خير في ايه؟ الفيديو بقى 16 مليون. ياه 16 مليون؟ طب انا اودي وشي فين من الناس دلوقتي؟ ده لو كان في احتمال 1% ان هم يرجعوني الشغل خلاص مستحيل. هيشغلوا ده مدير عام؟ ايه ده دي يا هشام؟ ما تقولش كده، انت اب بيتأجر. شوف المصطلح دلوقتي شيك ازاي؟ ابقى ده طبعا كده يشغلوني. يعني انت يا بابا كنت بتعمل بابا الاطفال كتير غير زياد؟ ايوه. وكنت بتقضي معاهم طول اليوم لعب وحواديت وبيت بالبسطرمه زي زياد؟ يعني انا هحط في السي في ايه دلوقتي بقى عن الفتره المنيله دي؟ ده على اساس ان انت بتجدد السي في بتاعك كل يومين؟ هشام انت بقالك 3 سنين قاعد على الكنبه. اديني اما اتحركت اتفضحنا. اديني اما اتحركت اتفضحنا. فين الفضيحه دي؟ ما تكبرش الموضوع كده. دول هم 16 مليون بس اللي شافوا الفيديو، وتلاقيهم كلهم العيال الصغيرين اللي ما بيسيبوش الموبايل من ايدهم. انت عارف مصر فيها كام مليون؟ شوف مين اللي على الباب. طيب 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 مساء الخير. ايه يا اياد في ايه؟ شفتوا قال لي ايه؟ قال لي ايه يا اياد؟ يعني عارفني زي ما قلت لكم، تعالوا اتفضلوا، تعالوا. اتفضلوا فين؟ مين دول؟ هعرفك، محمد غريب مهندس اتصالات. محمد الرخ فاتح محل مشبك. اهلا وسهلا. كنا عايزين ناخد معاك صوره حلوه يا بابا. جه يا حلو يا مشرفنا. ماشي. سيلفي بقى؟ ماشي. صورنا. مش بتقول سيلفي؟ سيلفي، اخو مراتي هيصورنا. يلا. النص ده بس، مش لابس الجزمه. تعال تعال اتصور. تعال خش على بابا جه. خش على بابا جه. صورتين هبعتها لكم، يلا استنوني تحت. يعني متشكر قوي يا اتش بيه على الصوره الحلوه دي، لانك يعني حققت لي الحلم الوحيد اللي قابل للتحقيق. ما تستغربش اصلا، يعني احلامي كلها شبه مستحيله.